السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مثل ما وعدتكم اليوم راح نتكلم عن موضوع إعادة المعالجة. كالعادة نستنى الناس لما تجمع معنا أكبر عدد ممكن. بدي تضغط على طولي إذا الصوت واضح أو لا، يعني أنا شابك اليوم السماعات عساس يكون الصوت واضح يكون أحسن، فأتمنى أنه يكون كل شيء تمام عندكم. ما تبلوا مني بهالفترة هاي، يمكن أطلع لايف كتير، ولكن شايفين إحنا كلياتنا بوضع حاليا شبه وضع حرب زي ما بيحكوا، فلازم هيك نتضافر جهودنا. أنا صراحة اللي بشوف حالي أني بقدر أساعد في الناس أنه أطلع لايف أحكي أنشر شوية هالمعلومات اللي عندي. كمان أي حدا بلاقي عنده قدرة نشر المعلومة، قدرة الكلام، قدرة أنه عنده هيك فن او عنده شغله بحبها بطب الاسنان ممكن يفيدنا فيها، فانا كمان مستعد اني احضره ومستعد اني انشره كمان على اكاونتي. فاهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل ريتريتمنت للسن اللي عملنا له مبارح تريتمنت. فيعني اللي ما شاف فيديو تبع مبارح تبع الورم فيرتيكال كوندنسيشن يرجع يحضره بعدين يحضر هذا الفيديو، لانه هذا الفيديو كالعاده رح اخليه موجود على صفحتي، واي حدا ممكن يعمل شير، اي حدا ممكن يعمل لي فولو على اكاونتي، لانه انا خلص وصلت لعدد فريندز فول، فممكن باي وقت تعملوا لي فولو وتتابعوا كل شيء موجود على اكاونتي، والاكاونت تبعي بابليك، فممكن اي حدا انه يدخل عليه باي وقت. نستنى العدد يزيد اكثر، في معنا تقريبا هلا 100 زميل وزميله. بتمنى بالتعليقات دائما تتركوا لي تعليقاتكم، تتركوا لي الفيدباك، تتركوا لي شو بتحبوا نتكلم عن مواضيع، لانه احنا هينا بفتره حيكون 14 يوم مش كل العيادات مداومه. انا من الناس اللي بداوم عمالي بعيادتي لعلاج الحالات الطارئه، وعيادتي طبعا مفتوحه لكم جميعا باي وقت. فان شاء الله رح نحكي عن مواضيع كتير، رح اتكلم على البوستيرير كومبوزيت، رح اتكلم على الانتيرير كومبوزيت مره ثانيه، رح اتكلم على الكومبوزيت فينيرز، رح اتكلم عن البروكن فايلز، رح اتكلم عن الليدج مانجمنت، رح اتكلم عن كتير مواضيع ان شاء الله رح تكون بتهمنا جميعا. طيب نبدا الان في موضوع الريتريتمنت. موضوع الريتريتمنت احبتي واصدقائي موضوع ممكن كل حدا له طريقه في علاجه، وكل حدا إله طريقة كيف إنه يستخرج الجوتابيركا من داخل السن. أنا رح أحكي الطريقة اللي أنا بستخدمها، ورح أحاول أحكي طرق أخرى، فكل الطرق هي طرق سليمة وممتازة وممكن إنه إحنا نعتمد عليها، لأنه بالنهاية هدفنا إنه إحنا نوصل للنهاية بدون ما نعمل أي كومبليكيشن أخرى، يعني بدون ما أكسر إنسترومنت، بدون ما أعمل ليدج، بدون ما أعمل بيرفوريشن. فهاي شغلة كتير ضرورية، يعني أنا عمالي بعمل ريتريتمنت لسن، ما في داعي هذا السن اللي أنا بعمل له ريتريتمنت يصير هو بحاجة ريتريتمنت. فهي شغلة كتير ضرورية نحطها في بالنا. طيب أول موضوع بدي أناقشه قبل ما أبلش أشتغل هو موضوع الأيوكاليبتول أو ما يسمى بالأورنج أويل اللي هو الجوتابيركا سولفنت. أوكي؟ جوتابيركا سولفنت أنا من الناس يلي ما بستخدمه. هذا جوتابيركا سولفنت لشركة سيركاميد، من الشركات اللي بحبها أنا كثير. أنا هذا من الـ 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 الأشياء اللي ما بستخدمهم كثير. ليش؟ أنا بما أني بعمل ديلينج with جوتابيركا وأنا بقدر أستخرج الجوتابيركا بدون ما أحط سولفنت، فما في داعي أني أستخدمه. ليش؟ لأنه ميسي ماتيريال بعمل لي كثير بالتشامبر هون بعبيها جوتابيركا. طبعا أنا ما حقدر أستخدمها كمان هون لأنه هذا الموديل ممكن يدوب من الأيوكاليبتول، لأن الأيوكاليبتول او الاورنج اويل هو ايش ماده كتير قويه، فممكن تدوب للموديل ويصير في عندنا هيك يعني ميسي الفيلد. والشغله الثانيه انه انا اصلا ما بحب استخدمه، لانها الماتيريال هاي لو راحت على البري ابيكال اريا بالابيوز اللي بصير عليها راح تعمل لنا مشاكل، فهي فيري irritant ماتيريال. فاللي بده يستخدمها يا جماعه، خليني ابلش فيها لاني ما حستخدمها، ابلش احكي عنها، انه اللي بده يستخدمها بده يكون حذر جدا جدا جدا. ليش؟ يعني في ناس شو بيعملوا، بروح بعبي ابره كامله اويوكاليبتول وبصير يعمل فيها اريجيشن، وهذا خطا. الاويوكاليبتول اذا بدي استخدمه راح اورجيكم كيف ممكن نستخدمه كبس
بدون ما احط الماتيريال، بس انه باي خطوات، ولكن انا ما بنصح استخدمه. يعني اللي بقهر اكثر انه بتسمع اطباء شو بحكي لك، انا حطيت عبيت جبت قطنه وحطيت عليها جوتابيركا سولفنت وتركتها جوا تشامبر وسكرت عليها. الله يعطيك العافيه دكتور، ما قصرت، ولكن على الفاضي كل انت عملته. اوكي، فهذا الحكي ما في داعي انه احنا نستخدمه. فانا هون عمالي بنشر الطريقه تبعتي اللي انا بستخدمها، والكثير من الزملاء طبعا بيستخدموها. اليوم راح نتكلم عن اكثر من تكنيك. راح نتكلم عن تكنيك اللي بنستخدم فيه روتري، راح نتكلم عن التكنيك اللي بستخدم فيه الفايل زي فايل اف كي جي الاكس بي شيبر، راح اتكلم كيف استخدم الالتراسونيك اني اشيل فيه الجوتابيركا، راح اتكلم كيف انا بستخدم سبيشالايزد ريتريتمنت كيتس زي هذا اللي عم نشوفه قدامنا من شركه فانتا في هذا الموضوع كمان، وراح نتكلم كيف انه انا بقدر كمان اشتغل هذا الموضوع مانيولي. اوكي طيب، فخلينا نحكي نبلش بالحاله مع بعض. اول شيء نيجي نطلع على هذا السن، طبعا هذا هو بيرفكتلي تريتد، هذا عملناه امبارح، ولكن نعتبر انه هذا السن عملنا فيلير، ولحسن الحظ انه عندنا الجوتابيركا هي موجوده على طول القناه وكومباكتد فيري ويل، فيعني هاي بالنسبه لنا حتكون تشالنجينج كيس. الريتريتمنت يا جماعه هو موضوع ريليتيف. كيف يعني؟ يعني الحلو بالموضوع انه مو كل الحالات بتيجينا مثل هيك، مو كل الحالات بتيجينا فولي تريتد 100%، القناة واصل الحشوة واصل الآخر كومباكتد 100%، لا، بتيجينا نص جوتابيركا، بتيجينا ربع جوتابيركا، بتيجينا سينجل كون بتقدر تسحبه بالتويزر، أو بتفوت بهالإكس بي شيبر اللي أنت مطلعه كلياته، أو بالتويزر اللي أنت ساحبه. يعني هذا الحلو بالموضوع، ولكن بما أنه إحنا هون ولله الحمد الموديل اللي عندنا محشي كويس، وهون إحنا مستخدمين سيلر وهي شغلة منيحة، لأنه رح تكون عندنا تشالنج أكبر، لأنه لما أنا أجي أشتغل على موديل أو على سن مخلوع وأكون عامل أوبتوريشن بدون ما أنا مستخدم سيلر، فرح يكون أسهل بكتير إني أطلع الكونتنت الموجود جوا القناة. ولكن بحالتي هون أنا في عندي سيلر، فرح يكون التشالنج أكبر. ما شاء الله العدد معنا تقريبا 250 طبيب، أنا بحييكم جميعا. هيك بتخيل حالي إني أنا واقف بمحاضرة أو بمكان بقاعة وقدامي 250 زميل وزميلة من عدة دول، فهذا إشي كتير برفع الرأس صراحة بالنسبة إلي، وشكرا لكم وشكرا لثقتكم. بتمنى لو كل حدا يكتب لي هو من أي دولة بكون أنا كتير مبسوط، يترك لي في كومنت. طيب اليوم راح أحكي للناس اللي عندها ريتريتمنت كيت، سواء من فانتا سواء من أي شركة أخرى، او ممكن في ريتريتمنت من شركه دنس بلاي، في ريتريتمنت من شركات كتير موجوده، فانت حسب كيف ايش السيستم اللي بتحبه. فانا هون ما بجبرك على اي سيستم ولا بحكي لك على اي سيستم انك تستخدمه، ولكن انا اي ريكومند ذس كيت. طيب هون شو بنلاحظ انه هاي العلبه البوكس هلا راح نفتحها مع بعض تحتوي 3 فايلات فقط، وإذا بتلاحظوا أنه أطول فايل طوله 22، يعني ما في أطول منه. ليش؟ لأنه ما بصير أنت توصل بالريتريتمنت كيت اللي بتستخدمه للفول ووركينج لينث، هذا خطأ. فهم بحد أعلى حاطين لك طول 22 عشان تعرف أنه أطول فايل هو فايل قصير، عشان تعرف أنك أنت ما بصير توصل فيه للنهاية. هو بساعدك فقط أنك تشيل محتوى القناة، وما بساعدك على الشيبينج للقناة، وهي شغلة كتير ضرورية. شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي انه انا بقدر اعمل كومباينيشن بين ريتريتمنت كيت وبين الكونفنشنال روتري سيستم اللي انا بستخدمه سواء من اي شركه ثانيه. فانا بقدر ابلش مثلا بالريتريتمنت كيت، ولكن انا ما بنهي فيه، بنهي بالسيستم اللي انا برتاح عليه. والشغله الثانيه انه انا مو شرط اني انا راح استخدمهم الثلاثه بسيكونس. اوكي، ممكن انا استخدم واحد منهم يكون خلص حل لي المشكله، لانه زي ما حكينا مو كل الاوقات انا بيجيني القناه محشيه للاخر هون. اوكي طيب، يعني لو اعتبرنا انه مثلا هذا السن طوله 24، طب انا عندي الماكسيمم هون طول الفايل لعند الشانك هو 22، شو معناته؟ معناته لو دخلت بهذا الفايل كامل راح يوصل معي لحد هون. طب والباقي كيف بدي اطلع من الجوتابيركا؟ راح تطلعه يا مانيوال، يا بعد ما تخلص مانيوال بدك تفوت بالكونفنشنال روتري سيستم فايلز اللي انت بتستخدمهم. اوكي، فعشان هيك
صراحة أنا كنت حابب أبلش هاي المحاضرة أحكيها اليوم بالإنجليزي، ولكن خلص بلشت بالعربي، فهلأ مش رح أعيد كلياته، لأنه كتير من زملائي اللي ما بيحكوا عربي وما بفهموا عربي بيطلب مني أني أتكلم بالإنجليزي، فأنا والله كنت ناوي أنه هاي تكون بالإنجليزي وخلص راح عن بالي. على كل حال رح نكمل بالعربي أو ميكس بين العربي والإنجليزي. طيب، فهون رح نيجي نفتح هذا الفايل ورح أتكلم مين عنده اللي عنده هذا الكيت كيف يستخدمه، واللي ما عنده شو يستخدم بداله. طيب، هاي هذا أنا اللي بعجبني اللي هو الباكجينج كتير حلو، هذا وينجد بيجي عندك هون مسطرة مع كل علبة، هاي العلبة أوتوكليفابل وهاي شغلة كتير حلوة. رح أخلع هذا الوجه عشان نشوف إحنا الفايل. هون عمالنا متطلع على ثلاث فايلات زي ما إحنا شايفين، وزي ما أنتم شايفين بالعلبة هون في عنا أقصر فايل طوله 16 والتيبر تبعه 9، تيبر 9 يعني تيبر كتير كبير، وشي هذا طبيعي، كل ما قصر الفايل كل ما زاد التيبر تبعه لموضوع الريتريفمنت، لأنه هو حيكون زي الفليرنج فايل. شو الفليرنج فايل؟ هو أي فايل إحنا بنستخدمه بأي سيستم، يعني مثلا عنا الـ SX من الـ Densply، عنا الـ OneFlare من Micromega، عنا من كتير شركات الفايل القصير ممكن يكون هو بديل لهذا الفايل الموجود عنا هون، اللي بحالتنا هون اللي هو لونه أزرق. فهذا الفايل الأزرق هو حستخدمه أول واحد، الأحمر حستخدمه ثاني واحد، الأصفر رح استخدمه ثالث واحد. اطلع هون كيف عنا التيبر عماله بيخف والتيب سايز عماله بخف، يعني هون بلشنا بتيب سايز 30، بلشنا هون بعدين هون اجينا على تيب سايز 25، بعدين اجينا على تيب سايز 20، يعني عماله بنزل معاي التيبر وبينزل معاي التيب سايز وعم بزيد معاي الطول. اوكي، فهي شغلة كتير ضروري نحطها في بالنا. طيب، هلأ أنا هون لما أجي بدي أعمل ريتريتمنت، رح أجي بعد ما أعمل أكسس أموري تمام، رح أجي ورح إن شاء الله نعمل يوم من الأيام كمان لايف ديمو على موضوع اللهم صل على سيدنا محمد، رح نتكلم عن موضوع الأكسس. أوكي، رح يكون بس عندنا أكسس. هون نصيحة تيب وتريك ممكن تحطوه في بالكم وتحفظوه يا جماعة، بموضوع كيف أنا أركب، كيف أركب الفايل على الجهاز. هل أكترنا شو بيعمل؟ بيجي بمسك الفايل هيك وبيجي بمسك الكبسة، بعدين بصير يلف يدور لبين ما يصير معاه تك. أوكي؟ لما يصير عندك تك بتروح أنت بتركب، وهذا الحكي خطأ. ريكومندد من الشركات كالتالي: هاي الكبسة ممنوع تكبسها إلا لما أنت بدك تشيل الفايل، مو لما بدك تركب الفايل. كيف أركب الفايل؟ باجي بدخل وبعدين بصير ألف بإيدي لبين ما يصير عندي تك، بعدين بكبسها جوا. هيك ركب معاي الفايل. الكبسة للإزالة فقط. مرة تانية جربوها حتى عندكم، حتى لما تستخدموا الهاي اللو سبيد بير نفس الطريقة بدكم تركبوا. أوكي، الكبسة هي فقط لفك الفايل أو البير وليست لتركيبه. ليش؟ لأنه مو كل الشركات للأسف، هلأ بوجود الفايلات الصينية الكتيرة للأسف ما بيهتموا بتصنيع المنطقة هاي الكابلينج اللي بصير فيها كابلينج هاي المنطقة هون بطريقة صحيحة، فممكن هاي تأذي لك الراس. فانتوا بتعرفوا انه احيانا الراس بيكون سعره اغلى من سعر الهاند بيس نفسها. فهاي تيب كتير ضرورية وحلوة، بتمنى انكم تحطوها في بالكم. لما انت تيجي تعمل هيك التشوك الجوة بياخد السايز لحاله، اما انت لما تكبس الكبسة ممكن تكون ركبته بطريقة خاطئة، فالتشوك هذا اللي هي الكبسة هاي اللي هي البوش بوتون رح تضلها ضاغطة على الفايل اثناء الشغل، ومع سوء استخدامك رح تخرب الراس ورح تضلك تبدله. فهاي شغلة كتير ضرورية نحطها في بالنا. هلا بعد ما فتحنا أكسس، في ناس شو بتيجي تعمل؟ بتجيب، نعتبر إنه هاي النيدل فيها أيوكاليبتول، هي ما فيها أيوكاليبتول فيها مي، بتيجي بتحط هون نقطة، نعمل ماغنيفيكيشن صغير، ولكن أنا زي ما حكيت لكم أنا لا أستخدم الأيوكاليبتول، لا أستخدم الأورنج أويل، لا أستخدم الجوتابيركا سولفنت، هي كلها أسماء لنفس الشيء. بيجي بحطه نقطة هون زي هيك، شفت النقطة اللي حطيتها أنا؟ نقطة صغيرة فقط، ما بعبي الشامبر يا جماعة. هاي الشغلة ضرورية. وباجي بفوت بالفايل القصير زي ما حكيت لكم أنا هون عمالي بستخدم الفلير الريتريتمنت فايل من شركة فاندا، ولكن أنت إذا ما عندك هذا السيستم فممكن أنك تجيب الفليرينج فايل من أي شركة تستخدمه. ويفضل يا جماعة، يفضل 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 بل إجباري خليني أحكي، أنك أنت لما تيجيك حالة ريتريتمنت كل الانسترومنتس تبعتك ما تكون مستخدمة قبل هيك. أوكي، ما بصير، لازم تستخدم instruments جديدة عشان تضمن القوة والتورك وتضمن الstrength الموجود بالواير تبع الفايل تبعك. هاي شغلة كتير ضرورية.
اوكي، وباجي بشغل طبعا شو السبيد وشو السرعه، شو عفوا شو السبيد وشو التورك اكوردنج تو مانيفاكتشرر. ولكن هون عندنا مثلا المانيفاكتشرر شو كاتب لنا، كاتب لنا 300 350، والتورك 2 نيوتن، ممكن تحترمه ممكن تروح لاكبر، انا بروح ل 500 وتورك 3، او ممكن حتى انا برفع التورك ل4. اوكي، انا بحب التورك عالي وسبيد عالي، ما بحب الفايل تبعي يوقف. هذا حكي، هذا الموضوع بنحكي فيه لاحقا، فبتمنى انه ما حدا يسالني فيه حاليا. طيب هلا انا قديش لازم افوت بهذا الفايل؟ لازم افوت بس 2-3 ملي جوا القناه، يعني لازم افوت بس لهون، ما في داعي افوت لهون، ماشي؟ فانا بقدر اعمل ادجستمنت لل ال 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 ستوبر تبعي على هذا النحو، ماشي؟ فانا هاي المسافه اللي راح افوت فيها. اي حدا بيحب يعمل شير للفيديو يعمل له على الجروبس، على صفحاته، على يعمل واتشينج بارتي، هو حر. بفوت بعمل بيكينج موشن، شايفين؟ عمالي بعمل بيكينج موشن. As simple as that، لا تفكروا الموضوع رح يكون complicated عليكم كتير، شايفين؟ بعمل بيكينج موشن، وبحاول اني لما اعمل بيكينج موشن اروح على الاطراف، وما ادخل اكتر ما انا حددت، ماشي؟ طيب، انا هاي عملت هلأ، شلت الكورونا البارت، باجي بعمل الريجيشن. الريجيشن بايش بعمله؟ بصوديوم، بنورمال سلاين، بشو مكان، ولكن مش بالاورنج اويل ومش باي ماده تانية، لانه انا هلا مشكلتي يعني وظيفه الريجيشن راح تكون عندي هي وظيفه فقط اني انظف واشيل الدبري، ما عمالي بعمل ديسنفكشن والشغلات هاي، فيعني الصوديوم راح يكون ان شاء الله انف بالنسبه لي. اوكي، بعدين ممكن اجيب وارش شويه هواء عشان اطير الريجيشن من جوا. فصار عندنا هاي الطريقه، شايفين؟ طيب هون لو نيجي نعمل زوم ان، رح نشوف كالتالي، انه انا في عندي جوتابيركا انشالت وفي عندي جوتابيركا على الاطراف، شايفين؟ هاي في عندي هاي الباث اللي انا دخلت فيه، صح؟ وهي هون عندي الجوتابيركا على الاطراف. هلا هاي الجوتابيركا كيف اشيلها رح نيجي بعدين، فانا ما رح اشيلها هلا، ماشي؟ هاي ما رح أشيلها الآن، رح نيجي نورجيكم كيف طريقة إزالتها، وكيف الطريقة لأنه أنا لما أطلع بالإكس راي كيف أنه يكون عندي ولا شيء جوتابيركا ضل، رح يعني أصير أشوف بالإكس راي أشوف very clean canal، كأنه يعني كأنه ما كان فيها أي شيء. لأنه بتعرفوا بحالة التريتمنت كتير بصفي عندي على الوولز، في بصفي عندي سيلر، بصفي عندي جوتابيركا، وكتير بشعة أنه نشوفها على الإكس راي، مع أنها هي بعد الاريجيشن وبعد التنظيف ما بتاثر علينا كثير، ولكن بشعه انه احنا نشوفها، دائما بنحب انه تكون القناه صارت عندنا نظيفه. اوكي، هلا انا بعد ما ادخل بالفليرنج فايل او بالفايل الاول من الفانتا ريتريتمنت كيت، شو بعمل؟ ما بروح بنطقه للثاني ابدا. ليش؟ هون في شغله بدنا نحطها في بالنا، من الكومبليكيشن اللي ممكن تصير معك في موضوع الريتريتمنت هو الرونج باث. واحد، انك انت تعمل رونج باث، والرونج باث لشو بيؤدي؟ بيؤدي لرقم 2 الا وهو البرفوريشن. فهون لازم انت تكون صاحي دائما وتكون اندر كنترول اوف ابيكس لوكيتر اند اكس راي. الاكس راي مو دائما بتكون دقيقه لانها 2D، ولكن الابيكس لوكيتر كمان ممكن يعطيك انديكيشن. يعني هلا لو انا اجيت عملت زي ما هون بالفليرنج بعدين شبكت الابيكس لوكيتر تبعي، ويا دوب الابيكس لوكيتر تبعي دخل 4-5 ملي جوا القناه وبلش يعطيني قراءة كأنه قريب على الأيبكس أو على الأيبكس، معناته أنا عملت بيرفوريشن. أوكي، ممكن البيرفوريشن يا جماعة يكون معك هون، أوكي، يكون معك هون، يكون معك هون. طبعا هو عادة بيكون إذا في كيرف بالكنال بيكون بالأوتر وول أوف ذا كيرف أو الأوتر سايد أوف ذا كيرف. أوكي، فهاي شغلة كتير ضرورية نحطها في بالنا. فعشان هيك أنا الفليرنج فايل، وهاي الشغلة ممكن في حدا شوي تثير نقاش، وانا جاهز لهذا النقاش، انه في ناس بتفضل انه يكون الفليرنج فايل ريجيد. شو يعني ريجيد؟ يعني ما فيه فليكسيبيليتي زي هيك. انا من الناس لا، انا بحب يكون في شويه فليكسيبيليتي. ليش؟ عشان اذا ضرب ب ب ب ب بالوول يطعج ويلحق الوول. اما اذا كان ريجيد زي مثلا نحكي الون فلير تبع مايكروميجا، الون فلير تبع مايكروميجا من اكثر الفايلات اللي بيعملنا ليدجز بالكيرت كانال، اذا كان الكيرف ببلش كورونري. فبدكم تديروا بالكم من هاي الموضوع، واذا بدكم ولا بد تستخدموه فبتستخدموا بس التب تبعه، بس بتفوت بالتب
بعدين خلص. طيب نكمل هلا هون بعد ما انا دخلت بالفايل الاول. اللي بحب خليني انا بس لانه بدي اشرح اكثر من تكنيك. اللي بحب انه يجي ويحط نقطه اويوكاليبتول هون، يحط نقطه زي هيك، شفتوا؟ بس نقطه يا جماعه. ويفضل يا جماعه الخير، هلا احنا بعصر التطور، احنا بال2020، ما بدي احكي الكل يكون عنده مايكروسكوب، ولكن الاندو لوفرز، الناس اللي بتحب اندو تشتغل اندو كتير، يفضل يكون عندك على الاقل لوبس، لانه هاي النقطه اللي انا حطيتها انت صعب تشوفها بعينك المجرده، اوكي؟ فيعني بيكون عندك لوب تقدر تعرف وين حطيت النقطه بالضبط، وان هالنقطه ما تكون ميسي. طيب على كل حال، انا بعد ما اعمل هاي الخطوه زي ما حكيت، ما بفضل اروح انتقل للفايل رقم 2 بالسيستم، او اروح على السيستم الكونفنشنال تبعي، بفضل اجيب سي فايل. كمان هون في ناس ما بتفضل السي فايل، في ناس بتحب الكي فايلز، ممكن كي فايلز، هذا حسب انت ايدك وكيف متعود على الشغل وكيف السنسيشن وكيف ثقتك بالفايل. انا بستخدم سي فايلز كمان من فانتا. الحلو بالسي فايلز تبعت فانتا انهم مو كتير ريجيد، مو كتير ريجيد زي مايكرو ميجا، مو كتير ريجيد زي السي بلس فايل من دنسبلاي. فانا صراحه برتاح عليهم، هم اجمد شويه من الكي فايلز، ولكن مش ريجيد كتير زي السي بلس فايل. طيب هون بفضل انا كمان انه استخدم طول 21، اني استخدم طول 21، شايفين؟ وزي ما انتم شفتوا انا طلعته من العلبه، ما طلعته من علبه التعقيم، انا طلعته من علبه جديده. كل الانسترومنتس تبعتك بدها تكون جديده يا جماعه، اوكي؟ فانا باجي بستخدم طول 21. ليش؟ الطول 21 بيعطيني ستابيليتي، بيعطيني سنسيشن احسن. فكل ما قصر طول الفايل، كل ما انا كان السنسيشن اللي بوصل لايدي والتكتال سنسيشن تبعي ادق. وصلت المعلومه؟ طيب ودائما بعمل انا بري كيرفينج للتب تبع فايل، تبع الفايل تبعي، يفضل اني اعمل له هيك بري كيرفينج خفيف زي ما انتم شايفين. وباجي بدخل وبصير اعمل سكاوتينج، بدي اعمل سكاوتينج واضغط ابيكالي. الضغطه تبعتي لازم تكون بوزن ايدي فقط، يعني ما في داعي اني احط فورس زياده، لانه الفورس زياده اذا عملتها راح ينطعج الفايل عندك بهاي الطريقة، شايفين هيك رح يطعج، وإذا طعج رح يصير ديفورميشن فبدك تبدله، أوكي؟ فما في داعي، لازم أنا أحافظ على القوة هاي تبعتي وأعمل زي بيكينج موشن، أفوت، شايفين كيف أنا بلف 90 درجة يمين 90 درجة شمال فقط، مو هيك، إذا بعمل هاي الحركة 360 يمين 360 شمال فرح أكسر الفايل تبعي حتى لو كان جديد، أوكي؟ فأنا بعمل سكاوتينج لأوصل للآخر. هلا انا هون ما راح اشبك لا بيكس لوكيتر، لانه انا عندي استيميتد وركينج لينث، اوكي؟ يعني انا مثلا انا حاط في بالي انه الاستيميتد وركينج لينث هون تقريبا 20، ولكن اذا شفت الفايل تبعي بلش يفوت اكثر واكثر واكثر زي بالحاله هلا معي هون، شو بعمل؟ بوقف وبشبك الابيكس لوكيتر تبعي عشان اشوف شو بيعطيني، تمام؟ عملنا ماجنيفيكيشن اكثر، يعني انا لو هلا بشتغل بتم مريض، انا هلا بهاي اللحظه بشبك الابيكس لوكيتر تبعي، اوكي؟ هلا ما بعمل سكاوتينج وانا اشبك الابيكس لوكيتر، لانه ممكن يصير يعمل لي عرقله، يعني تخيل انا فايل طول 21 وشابك عليه ابيكس لوكيتر وعم بعمل سكاوتينج بصير يلف معي. فانا بس بشبكه ثواني بشوف شو القراءه اللي بيعطيني اياها، بعدين بشيله بكمل سكاوتينج وبطلع، بفوت وبطلع. طيب هون شو بعمل؟ بطلع الفايل تبعي بعد ما اشوف حالي اني شديت عليه وبشيك عليه، اذا كان عندي ماجنيفيكيشن اندر مايكروسكوب بشيك اذا في عندي ستريست اريا، بطلع انا هون ما عندي ستريست اريا، انا من ناحيتي برجع بفوت فيه نفسه بس بعد ما اكون عملت الريجيشن. او من الناس اللي بحبوا الجوتابيركا سولفنت يرجع يحط له كمان نقطه جوتابيركا سولفنت بس بعد ما يكون عمل الريجيشن. ليش؟ عشان اطلع الدبري اللي هو خلفه من ورا السكاوتينج بالمانيوال فايل، بعدين برجع بفوت مرة تانية. في ناس بتقول يا دكتور طب خلص جيب فايل 20 تيبر 4 وادخل فيه واشبك عليه الابيكس لوكيتر فوت للآخر. أوكي يا جماعة، ولكن هاي مش بريدكتبل، احنا هون بدنا نتكلم عن شيء بريدكتبل وشيء يعطيني نتيجة. فأنا هيني بستمر هيني عمالي بفوت، شايفينه بطلع. طيب أنا هون صراحة راح أوقف لبين ما أشوف الفايل طلع من التب، راح أعتبر إنه هذا هو الأبيكس لوكيتر تبعي عشان أنتقل للخطوة الثانية. شايفين الفايل كيف مأواه؟ وأنا صراحة عمالي بحس ريزيستنت
او ريزيستنس عفوا، عن جد كاني عم بعالج تم مريض طبيعي. يعني انا صراحه اصابعي وجعتني بهذا الموضوع. في ناس بتفضل هون تستخدم مثلا ريسبروكيشن هاند بيسز، تستخدم ريسبروكيشن فايل سيستم، تستخدم، بقول لك هاي كلياتها تكنيكس وكل واحد عنده التكنيك تبعه. انا من الناس اللي لا بحب هذا التكنيك، فليرنج فايل او بستخدم الفايل الاول بعدين بفوت بفايل 10 باخذ فيه قراءه. لما اخذ فيه قراءه طيب انا هون بطلع برجع بعمل اريجيشن مره ثانيه، راح ابدل الفايل وراح اروح لفايل اطول، راح اروح لسي فايل طول 25. ليش؟ لانه تقريبا الفايل الطوله 20 او 21 فلل معي خلاص وصل للفول ووركينج لينك، فراح اروح صراحه لسي فايل طول 25. بس شيء بطعج التب تبعه فبفوت وضلني اعمل سكاوتينج. زي ما حكيت لكم انا التارجت تبعي هلا اني اشوف الفايل طلع من التب، فراح اخلي شايفين انا بشوف باجي بعمل سكاوتينج بفوت زي ما حكيت وودلينج موشن او واتش وايندينج مع ابيكال بريشر خفيفه، ولما اعمل انجيجمنت برجع بسحب ماشي، لانه هاي الطريقه لما انا اعمل انجيجمنت وارجع اسحب عمالي بسحب معي جوتا بيركا. وحاول ارجع على نفس الباث اللي انت عملته. ليش؟ لانه اذا انت رحت على باث، اذا انت حاولت تعمل باث ثاني بالجوتابيركا، يعني انت هلا خلاص عارف انه الفايل بفوت معك لهذا الطول، اذا انت مثلا سحبته ورجعت دخلته وشفته والله وصل معك لهذا الطول، فانت بتكون غزيت الجوتابيركا في مكان اخر، ما فيش داعي. فانت هيك لما تفوت بمكان ثاني فانت عمالك ترجع تعمل كرييت لباث جديد، فما في داعي. انت خلاص ادخل بباث زي ما حكينا اندر كنترول اوف اكس ري اد ايبكس لوكيتر، وحاول انك توصل. طلع انا عمالي بتغلب اني اوصل، وهذا بصير معنا بالمرضى الطبيعيين، وانا مبسوط انه عماله بصير معنا هون عشان نستفيد. فيعني لو اخذت معنا وقت لا تتجروا، كل واحد يعمل له كاسه شاي، انتوا قاعدين ما ورانا اشي. انا اسف ما عمالي بقرا اسئله، ولكن لاني منهمك في السكاوتينج. طيب برجع هون بعمل مرة ثانية الريجيشن. بقدر زي ما حكيت أنا هلأ أجيب السيستم مثلا 20 تيبر 4 وأدخل فيه بقوة وأعمل وخلص، ولكن أنا هذا الحكي ما بدي إياه، لأني ممكن الجوتابيركا تكسر لي الفايل، ممكن تسحبني على البري أبيكال أريا، ممكن أنا أكون هيك وسعت الفورامين، وأنا هذا الحكي ما بدي إياه. طيب أنا هيني بحاول، ما عندك تزهق. أنا بنصح هون بهاي الخطوة أني أبدل الفايل أجيب فايل آخر، وهذا اللي راح أعمله. عشرة طول 25. أنا لما الفايل 10 يعطيني قراءة ويوصل معاي للنهاية أنا صراحة بكون هيك ارتحت نفسيا. ما في، شوفوا يا جماعة، بده يشتغل إندو بده يكون طويل بال، بده يشتغل ريتريتمنت بده يكون طويل بال. ليش؟ ليش في دكاترة بمسك حالة وببلش يحاول فيها ما بتزبط معه، بروح بحولها لدكتور بتزبط معه. ليش؟ لأنه بكون مو طويل بال. توربنجاد، محمود توربنجاد الكل بيعرفه، اللي هو مخترع الام تي اي، عنده مقوله كثير حلوه. شو بقول لك اذا انا كسرت فايل فانا ما بقدر استخرجه او ما بقدر اعمله باي باس، ولكن اذا انت كسرت فايل وبعثت لي اياه عشان انا اطلع لك اياه او اتجاوز لك اياه فاكيد رح تزبط معي. ليش؟ لانه هون رح يصير في عندك موتيفيشن. فيا جماعه الريفيرلز دكتورز شو بيفرقوا عنا، او شو بيفرقوا عن ال ال عن الدكاترة اللي حولوا، يعني الطبيب اللي محول اللي بيستقبل حالات محولة شو بفرق عن الطبيب اللي حول له؟ بفرق بس بشغلتين، طولة البال والموتيفيشن اللي بكون عنده. اوكي؟ لأنه هو كيف موتيفيتد؟ الو دكتور أنا بعثت لك حالة كسرت فيها فايل
بتمنى مساعدتك. هو رح يكون مبسوط انه هو عماله بيعمل اشي انت ما قدرت عليه، فهو بيدخل على الحالة motivated. اوكي، هلا احنا صراحة قاب قوسين او ادنى ما انه نعمل بيتنسي، وانا ما رح اوقف صراحة الا اعمل بيتنسي لو شو ما اخذت معي الحالة. طب هلا شوفوا بالحالات اللي بتتغلبوا فيها بالبيتنسي شو بتيجوا بتعملوا؟ بتيجوا مثلا هون منفوت، هاي دخلنا احنا، انا مثلا اخر مكان علقت فيه هون باجي باخذ الطول تبعه، باجي بسحبه، هذا الطول عندنا تقريبا 17، هذا الطول عندنا 17، وممكن انا اجي اقيسه بالمسطره هون بالضبط، هو 17 زي ما انتم شايفين 17.5. شو باجي بعمل؟ بقدر اجيب الفايل الثاني رقم 2 من فانتا الموجود بالكيت اللي هو لونه احمر. اه صحيح، انا هون اذكر لكم شغله، في ناس شو بتعمل مباشره بتجيب اللي هو، انا هون بستخدم اللي هو شبيه او تقليد الفايل الاف كي جي، ولكن هذا كمان تقليد من فانتا اسمه اف ماكس، اي اف ماكس من فانتا، هو تقليد ل اللي بيشتغل على على سبيد 1000 وعلى تورك 1 ل 1.5. في ناس استخدموا على سبيد 10000، ولكن هذا بده يكون عندك خبرة كافية. فهذا تقليد للإكس بي شيبر، بدك تستخدمه على سرعة 1000، يعني ما بس فعلا تستخدمه 400 500 1000، فما فوق 1000 لحد 2000 مع تورك 1 بدخلوا فيه هلأ، ولكن أنا ما بفضل هاي، أنا ما بفضل ما تدخل بروتري للفول ووركينج لينث إلا أنت تكون متأكد أنك شلت الجوتابيركا. فهلأ أنا رح أجيب الفايل رقم 2 اللي هو الأحمر، أو مباشرة ممكن أروح للأصفر مع أنه طوله 22 وأشبكه. هلأ هو هذا الفايل زي ما إحنا حكينا على العلبة مكتوب انه طوله 22، واحنا عندنا هون الستوبر تقريبا 2 ملي، فيعني 20، فانا راح ادخل فيه تقريبا مش كامل، بدي انزل هيك تقريبا 17 16، اللي هي لعند المنطقة اللي معلق فيها او اقصر شوي. ليش؟ هيك بكون انا ازلت الجوتابيركا الموجودة عندي بالكورونال والميدل بارت، فلما اشيلها طبعا هون بتقدر تحط نقطة اويكاليبتول او تحط نقطة الجوتابيركا سولفن. شايفين كيف انا عمالي بعمل هاي الموشن؟ شايفين هون طلعت معي جوتابيركا هاي اللي كانت زي ما اللي حكيت لكم عنها، هاي اللي كانت قبل شوي على على الوول. باجي برجع بعمل اريجيشن هيك شوي، رح اخفف انا الستريس على المانيوال فايل تبعي. اجي ارجع ادخل مره ثانيه، هذا فايل طول 20 صراحه، صارت الامور كتير اسهل. ليش؟ لاني خففت الاسترس حالي. هاي طلعوا ابيكالي، بلش في اشي هيك نحكي ينبز من هون، ليش؟ لانه الجوتابيركا خف الانجيجمنت تبعها مع الفايل تبعي، او خف بالاحرى الانجيجمنت تبع الفايل تبعي. طلعنا شايفين هاي الجوتابيركا، هاي الفايل تبعي حيطلع من هون. هلا هون لو شبكنا الابيكس لوكيتر راح يعطيك سالب 1 او سالب 2. خلص شو بتعمل بهاي الحاله وانت شبك الابيكس لوكيتر؟ بترجع لورا، خلص هاي هيك، هاي هذا هو الوركينج لينث تبعي. اوكي طيب، هذا هو الوركينج لينث تبعي، بحدده باخذ ريفرنس بوينت وبقيسه. اوكي رح يطلع معي، رح يطلع معي راوند ال 20، هينا كلياتها مطلع هون، هي تقريبا 20، هي على الوركينج لينث 20. طيب هون بدي اورجيكم شغله كثير حلوه، بما انها حصلت هي فول ماجنيفيكيشن دخلنا هلا، رح نطلع على شغلة كتير حلوة، بس خليني أوضح الصورة. طلعوا الفايل تبعي هيدا، أكبركم إياها هون، شايفين الديفورميشن اللي صاير بالفايل تبعي؟ طلعوا الريجولاريتي اللي صارت بالفايل تبعي. انتبهوا وين، هلأ حورجيكم المنطقة هاي، شايفين؟ طلعوا كيف هون صار في عندي ديفورميشن، طلعوا هون كيف الثريدز تبعت الفايل والفلوتس، طلعوا هون كيف الفلوتس، طلعوا هون التيب كيف صار ديفورم. شايفين هذا الحكي؟ انت ما بتشوفه يعني بالعين المجرده، مستحيل انك تشوفه، فهي شغله كمان لازم ننتبه لها. فهي زي ما اتفقنا هلا الطول عندي
الوركينج لينث 20. هل بجيب الفايل تبع ريتريتمنت تبع فانتا اللي هو هذا كنت استخدمه قبل شوي وبفوت فيه الفل؟ لا طبعا، ولكن ممكن ارجع اجيبه على نفس الطول انا حددته اللي هو 17 او 18 وارجع افوت فيه. او خلينا بهالمناسبة هاي نستخدم، لا بلاش هلا، خلينا نستخدمه لاحقا. طيب هلا هون بهالاثناء هاي شو بعمل؟ هون عندي 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 شغلتين ممكن اعملهم، يا انه بجيب فايل 15 مانيوال 15 وانا هذا الاشي اللي بفضله انك تجيب فايل 15 وترجع تفوت فيه، او بتجيب مثلا اذا انت بتستخدم فايل فيو سايز سيستمز فيو سايز تيب سايز 20 والتيبر تبعه 4 يعني 20 أو 4، كمان بس بفضل انك تفوت فيه للفول وركينج لينث، ولكن بيكينج موشن وكراون داون تكنيك، وهذا اللي حعمله انا. يعني هلا انا ما راح اروح ل 15 مانيوال، راح اروح هلا للروتري اللي هو 20 تيبر 4. أيوه عندي هذا 20 تيبر 4 هذا فايل، اوكي زي ما حكينا يفضل انه يكون جديد. باجي بركبه على الهاند بيس، باجي بعمل سيت اب زي ما انتم شايفين هون على طول 20، وباجي بدخل بحذر picking motion، طلع بدي احترم الستوبر تبعي. طيب هون بوقف خلص، انا بقدر اتفش كمان الفايل تبعي، شايفين قبل ما اوصل ب 2 مل بوقف، برجع بعمل irrigation البتل هاي، انا بدي اعمل زوم اوت. ايوه خلص هي زبطت، خلص بطلت تزبط الزوم اوت ولا الزوم ان، مش عارف شو القصة. طيب باجي بعمل irrigation، باجي بعمل irrigation وباجي بشيك على البيتنسي مرة تانية يكون عندي الاوضاع تمام. سن فاتح زي ما شايفين، هاي عمالي بعمل بيتنسي. طبعا حتى بحالة الريتريتمنت لازم تشيك على البيتنسي دائما، اوكي. وبرجع هلا بالفايل تبعي مرة اخرى، ايوه طيب، وبرجع مرة اخرى بالفايل تبعي بحاول افوت، بحاول افوت طلع هون شو صار. شفتوا هاي الجوتابيركا اللي اندفعت للخارج؟ هاي كتير ممكن تصير معاكم كمان بالحياة الطبيعية، اوكي، خاصة بالحالات اللي بيكون فيها معالج العصب كويس. هاي اندفشت معي برا، فايح راح تشوفها بالاكس راي بالبري ابيكال اريا، ندعي انها ما تضر، ولكن هو اشي زي ما بيحكوا اخوان المصريين شيء وحش. ماشي برجع بعمل irrigation، هنعمل الريجيشن طلعوا. هلا انا هون انتم شايفين لسه في جوتابيركا جوا، ولكن هاي الجوتابيركا على الوولز، يعني انا الجسم جسم القناه من جوا صار مفرغ، صار فارغ، اوكي. ولكن هلا هذا كل اللي بتشوفوه انتم هو شيء، هاي شايف شيك بيتنسي براحتي، وهي الفايل عمال بفوت وبطلع براحته. طيب هلا هون، هلا هون بتقدر تنتقل اذا ما عندك او ما بتحب، في ناس كتير هذا الفايل اللي هو هذا اللي زي السنيك لايك فايل نحكي تبع اف كي جي، وين حطيته انا الفايل، في ناس بتخاف منه. ليش؟ بقول لك فايل خطير ومطعج ورفيع كتير، لانه هذا مو تيبرد الفايل، شايفينه هذا الفايل مو تيبرد، اوكي. بتخاف منه ليش؟ بتقول لك انا بخاف يكسر معي، وشو على سرعه 1000
وكتير سرعة 1000. أنا بحياتي ما استخدمت سرعة 1000، فهذا إشي برجع لإلك. إذا أنت عندك خبرة باستخدامه، أنا زمان ما كنت أحبهم ولكن أنا الآن بحبهم. طيب أنا باجي بعمل له سيت اب على طول، مو 20، بعمله شوي أقل من 20، ماشي؟ لمعلوماتكم يا جماعة، هذا الفايل إذا بتستمر بالشغل فيه لمدة دقيقة زي ما بتوصي الشركة، رح تكون أنت وسعت القناة ل 30 تيبر فور، مع أنه هو زي ما حكيت لكم هو مو تيبرد، ولكن هو الريجولاريتي تبعته بتخلينا لما نشغله. طلعوا كيف شكله، طلعوا. فهاي الحركة بدها تضرب على الوولز وهي اللي بتوسع القناة. أوكي طيب، هلأ حفوت فيه وأورجيكم صراحة الإفكت الحلو الكتير تبعه. رح نخلي الصورة هيك بهذا الشكل أوكلوزل عشان نشوف مع بعض الإفكت تبعه. صراحة أنا بحب الإفكت تبعه. بفوت جوا القناة بس ما بعمل إنجيجمنت، بس بفوت جوا القناة وبشغل. طلعوا شو عم بعمل، عماله بسحب لي شغلات من جوا، شايفين؟ عماله بعمل ديبري وبطلع الديبري برا. طيب وخلينا نشوفه هيك شو بعمل. لهذا السبب أحيانا، شايفين كيف عمال تطلع وتبارك معي برا؟ لهذا السبب أحيانا في ناس شو بقول لك، أنا بستخدمه على سرعة 10,000، لأنه أنت لما تستخدمه على سرعة 10,000 الأمواج اللي بتصير فيه كتير كبيرة، الأمواج اللي بيعملها نفسه الفايل كتير كبيرة، فهذا الإشي بيخليه يضرب الوولز بطريقة أسرع. فرح نرجع هاي كمان مرة نعطيه كمان تشانس، شوف شو عم بيعمل لنا. في ناس شو بتعمل من أولها بفوتوا فيه، الناس اللي عندهم خبرة بهذا الفايل من أولها بفوتوا فيه، يعني زي ما أنا شفتوا كيف أنا عملت باث بالفليرينج فايل أول شيء تتذكروا، هم شو بيعملوا، بس بعمل هيك باث صغير إله وخلاص بفوت فيه وبخليه هو يطلع الجوتابيركا. ليش؟ لأنه ممكن يطلع لك الجوتابيركا قطعة واحدة من جوا القناة، ما يطلع لك إياها مفتفتة زي ما عم بصير معي هلأ. طيب هي كانت الشغلة هاي فقط للديمونستريشن. اوكي طيب. طيب يا جماعة هلا هون السؤال بطرح نفسه، هل الأصل انه هذا الانسترو، حكيت لكم هلا لو استخدمنا الاف كي جي الأصلي راح يكون صراحة أداؤه أحسن من هذا، يعني لو أنا بدي أرشح ما برشح تبع فانتا، هو كويس يكون عندك لأنه سعره أرخص، ولكن أنا بفضل تبع اف كي جي لأنه بكون صراحة معمول بطريقة أفضل. هون راح أستخدم جهاز تاني أو سلاح تاني أنا كتير بحبه وبستخدمه كتير. شايف طلعوا عنا هون، إحنا ما نفوت جوا السن بالماغنيفيكيشن، شايفين الجوتابيركر على الوولز. طيب هلأ كيف هاي أنا بفضل إني أشيلها كمان، في عندي طرق تانية ألا وهي بجهاز الألترا إكس. جهاز ألترا إكس هو جهاز من شركة إيتيث، أي هذا اسمي مكتوب عليه ألترا إكس. هذا الجهاز هو عبارة عن ألترا سونيك، هذا الجهاز عبارة عن ألترا سونيك، بيجي معه 3 تيبس، بيجي واحد ذهبي وبيجي واحد أزرق وبيجي واحد سيلفر حسب قوتهم، ما رح نحكي على هذا الموضوع هلأ. هذا الحلو فيه هو ألتراسونيك أكتيفيتر، هو للأكتيفيشن أوف إريجيشن، ولكن اكتشفنا لما استخدمناه أنه بيزبط معانا للبروكن فايلز، بيزبط معانا لتنظيف الإسمس، بيزبط معانا للريموفينج اوف جوتابيركا. فيه بس ضوين اذا بتلاحظوا، فيه ثلاث ضوء، واحد البطاريه وواحد السرعه الاولى والسرعه الثانيه. انا صراحه دائما بستخدمه على السرعه الفل، يعني انه يكونوا ضوين ضاويين. هلا هم الاثنين ضاويات بس انتم مو شايفينهم، وهلا هيك الجهاز شغال، ولكن كيف بتعرف انه شغال؟ شايفين كيف الافكت تبعه اقوى؟ شايفين؟ هاي بقدر اكتب اسمي، أنا آسف على الصوت. شايفين؟ جهاز كتير قوي. طيب فأنا رح أفوت. طيب شايفين هاي قوته، بدك تكون أنت حذر باستخدامه، عشان هيك بفضل أنه يكون في عنا ماغنيفيكيشن بهاي الحالة. رح أفوت جوا القناة وأطلع الجوتابيركا الموجودة على الأطراف.
طلعوا كيف بشيلها. ليش بشيلها؟ بشيلها لسببين. طلعوا طلعوا كيف شالها، طلعوا ما احلى. حاول انا انجيجمنت يكون معي، يكون مع الجوتابيرك، ما يكون مع الوولز لانه مؤذي شويه اذا كان قوي. خلاص انا هون بوقف ماشي، وبرجع بعمل الريجيشن. ليش الريجيشن؟ لاكثر من سبب. اول شيء عشان الاوفر هيت، اذا صار عندي اوفر هيت وما في داعي استخدمه وقت طويل، مع انه صراحه هو الميجا هيرتز تبعه كثير قليل، فتردده مش كثير عالي زي السكيلر او لما تستخدم جهاز عادي، فهو ما بيعمل هيت كثير. هلا هون بهاي المرحله بتقدر ترجع تستخدم اللي هو ال يا انك بتجيب مثلا 25 تيبر 4 او 25 تيبر 6 واتيفر، او ترجع تفوت بالسنيك لايك هذا. شوف كيف حيشتغل هلا، طلعوا شفت كيف طلع لي الجوتا بيركا، شايفين؟ برجع بفوت فيه مره ثانيه. ليش؟ لانها حررت لي اياها من الوولز، حررت لي اياها الالترا اكس تبعتي، فخلتني اقدر انا بعدين اشيلها، بقدر اشيلها بعدين بال اكس بي شيبر. شفتوا هون احنا شفنا شفنا اكثر من طريقه، شفنا كيف استخدمت الالتراسونيك، شفت كيف استخدمت الاكس بي شيبر. طلعوا كيف الالتراسونيك. انا صراحه من الناس لاني على الماجنيفيكيشن بشتغل دائما، كثير بحب الالتراسونيك كثير، يعني بحسه هيك يعني بعبي لي راسي صراحه لما اشيل فيه الجوتا بيرك، طلع ما احلى. طب انا بحب بلشت احكي شغله وما كملتها. ايش الـ ايش الـ ايش اللي بخلي الجوتا بيرك تطلع؟ شغلتين، انه هو اول شيء الالتراسونيك بيعمل اهتزاز، ثاني شيء الهيت اللي بيعمله، ولكن الهيت اللي بيعمله خلينا نسميه بناين، يعني عرفتوا؟ يعني ما بيعمل هيت. شفتوا كيف طلعتها؟ طلع هاي طلعت معي كلياتها. طيب هيك هون ضل عندي اشي بسيط، طلع هلا اطلع على القناه هلا هيك، لو اخذ انا اكس راي لهذا الفايل راح الاقي انه نضيف، بس عندي هاي القطعه تحت، هاي القطعه تحت. ممكن انا اني هلا اروح اجيب الفينيشنج بير اللي انا راح اخلص فيه، ممكن اني انا افوت ارجع بالاكس بي شيبر مره ثانيه. ماشي هاي شايفين الاكس بي شيبر عمال بطلع لي شويه دبري، او ممكن خلاص انا هلا اروح للي انا بحب افنش فيه، مثلا نحكي 25 تيبر 6، وانا هلا راح اجيب فايل 25 تيبر 6. راح اركب عليه ستوبر على طول 20. لانه صار عندي القناه واسعه اني ادخل بتيبر 6، عرفتوا؟ هلا القناه يعني التيبر 6 رح يفوت براحته، ولكن رح يكون شغله اكثر شيء على الابيكال اريا. شايفين هاي طول اقل شوي. ماشي تكون حذر، زي ما حكيت لكم دائما اخر فايل بتحضر فيه يا جماعه حاول تكون بريسايز، انه ما تيجي وتعمل اوفر فيلينج، يعني عفوا اوفر بريبريشن، خلص باجي كس اند سي باي باي. ما تضلك كيف عندنا بالمطار هون لما تروح توصل حدا اكثر من 10 دقائق بتتخالف، صح؟ خلاص بتسلم عليه، بتبوسه، بتنزله، خلص. في بتذكر انا احد سفراتي على اوكرانيا كان شو كاتبين على باب المطار؟ نو تايم فور لاف، كس اند سي باي باي. اوكي يعني ما تقعد هلا هون مو وقت الحب. طلعوا كيف عندي صار القناة نظيفة ولا فيها أي شائبة، هاي فيها شوي، إذا هذا هاي شوي طلعت معي الإكستريم غلبتني، بقدر أفوت بوات إيفر وأنظفها، بقدر أفوت بالألتراسونيك وأسحبها، أوكي؟ ولكن أنا بهمني إنه الكونسبت يكون وصل للجميع بموضوع الريتريتمنت، لانه هذا موضوع انطلب مني اطلع كيف بشيلها براحتي. طبعا بكثر الاريجيشن ممكن تطلع معك، في ناس هلا راح يسالني وراح يكتب لي تعليق، طب يا دكتور خلاص بعمل اريجيشن بايوكليبتول كله بدوب لي اياه وبطلع لي اياه،
يا حبيبي ما بصير تعمل اريجيشن بايوكليبتول، واللي بدلل لك انه انت ممنوع تعمل اريجيشن بالايوكليبتول او بالجوتابيركا سولفنت، ايش هو الكميه تبعتها؟ عمرك شفت انت لما تشتري الايوكليبتول بتشتري كميه لترين ثلاثه؟ لا، انت بتشتري علبه صغيره جدا. شو معناته هاي؟ كل ما صغر حجم العلبه معناته الاستخدام تبعها كتير قليل. طيب طلعوا لي على هالسن كيف صار نظيف، ولا في ولا نقطه جوتابيركا ولا في اي شيء، رجع كيوم ولدته امه. هذا الاشي اللي احنا بدنا نوصل له. هذه القناه شكلها رح نضلنا نحشيها ونعملها ريتريتمنت، نحشيها ونعملها ريتريتمنت حسب طلبكم جميعا. طيب بتمنى انه انتم تكونوا استفدتوا من هذا الاشي. انا رح اعمل الف الكاميرا على وجهي، بتمنى انكم تكونوا استفدتوا. انا اسف هيك صورتي شوي مغبشه او دبل لانها عندي كسر بالسكرين بروتكتر، عشان هيك عمال تطلعوا دبل. رح ارجع اشوف الكومنتس تبعيتكم. بتمنى ان تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع. رح نضلنا نطلع دائما. انا هذا الكونسبت اللي انا اكثره بستخدمه بعياتي بحالات الريتريتمنت. طبعا ما بياخذ معي هذا الوقت، بياخذ معي وقت اقل، ولكن لانه هذا ديمونستريشن فاحنا بنحاول نورجي كل شيء. انا مو دائما بستخدم كل هاي الشغلات، يعني مو دائما بستخدم الاكس بي شيبر، مو دائما بستخدم الالتروسونيك، لاني زي ما حكيت لكم الحالات اللي بتيجي مختلفه ومتعدده. يعني بتيجينا حالات نص جوتابيركا، بتيجينا حالات زنجل كون، بتيجينا حالات فيها جوتابيركا مع فراكتشر انسترومنت، فهذا كله بيختلف. انا هون ورجيتكم الاشي الذي يستخدم بشكل الحالات اللي بتيجينا بشكل دوري، اللي هي ما فيها اي كومبليكيشن كتير. يعني مثلا ما فيها والله سيفير كيرف مع جوتابيركا مع فراكتشر انسترومنت. يعني تخيل تجيك حاله زي هاي رح يكون التشالنج تبعها كبير، وممكن نحكي عنها باوقات ثانيه، واذا قدرنا انه نعمل عليها كمان لايف ديمو اكيد ما رح نقصر معاكم. خليني وانا اونلاين، ما بدي اطفي صراحه، رح اضلني معاكم اشوف اذا في شويه اسئله. وعليكم السلام جميعا، في كثير ناس كاتبين السلام عليكم، بارك الله فيك، بارك الله فيكم جميعا. انا مبسوط على التفاعل اللي صار، تفاعل كثير كبير. أنا مو شايف أسئلة كتير، بس في سؤال واحد من طبيب إنه ممكن الريتريتمنت يسبب توسع للأبيكال فورامين. طبعا ممكن يسبب، لأنه حسب أنت كيف عمالك تشتغل، أو حسب كيف الدكتور اللي قبلك كان أصلا معالج. يعني ممكن أصلا الدكتور اللي قبلك كان هو موسع لك الفورامين، فأنت ما يعني مستحيل تكون عارف قديش عندك حجم الفورامين إلا إذا أنت ماخذ أصلا سي بي سي تي قبل هيك. أوكي، فأكيد ممكن. طيب يعطيكم ألف عافية، أنا كتير مبسوط اني كنت معكم اليوم. اتركوا لي اسئلتكم، بتحبوا اضل كمان 10 دقائق او ربع ساعه معاكم في البث؟ انا جاهز، ما عندي مشكله اخذ اسئلتكم. اكتبوا لي شو بتحبوا، ما كتبتوا لي اسماء الدول اللي عم تحضروني منها. زي ما بيحكي لي الدكتور مازن هون، وانا هلا صرت مودريتر بالجروب طب الاسنان المباشر، فان شاء الله رح يصير في عنا بعض المحاضرات رح تكون اكسكلوسيف لهم، رح نطلع بس من خلال صفحة الدكتور مازن دوماني. طيب أنا هون في شوية أسئلة صارت عندي، هاي بالضبط صارنا ساعة اللايف. طيب دكتور عصام زعتر، أنا شرف إلي وجودك معي، شفنا أسماء كبيرة صراحة كانت معانا على اللايف، أو ممكن طلعت وبعدين راحت، ولكن هذا شرف إلي، الله يبارك فيكم. دكتور وي نيد اكسس كافيتي ديمونستريشن، اكيد صراحه موضوع الاكسس راح نتكلم عنه بتفصيل، ومبارح كنت احكي مع احد الزملاء بهذا الموضوع. كيف ممكن نتجنب ان الجوتابيركا ما تعديش من الابيكال فورامين في حاله الريتريتمنت، ولا في حاله الريتريتمنت دكتور دكتوره وسام او دكتور وسام؟ بتمنى انك تحدد لي السؤال. دكتور لو ممكن لايف عن البروكن فايل، اكيد راح يكون، احنا معنا 14 يوم في الإغلاقات، فأكيد راح نتكلم. اليونان شرف إلنا وجود اليونان معانا هون، يعطيك الصحة والعافية عن فضلك. موضوع البايباس أكيد راح نتكلم عن البايباس، أكيد أكيد، وحنتكلم عن الريتريفل كمان، كيف إنه متى أنا أطلع الفايل ومتى أعمل له بايباس. هادي دكتور، كان يو جيف أس تريتمنت فور ري إندو فور أندر إندو ويتش بيكام بلوك اند ليدج، يعني ليدج اند بلوك مانجمنت، اكيد رح نحكي على هذا الموضوع، حكينا عنه في لايفز
قبل هيك. ممكن خلاصة للأدوات اللي استعملتها، الأدوات اللي استخدمتها مرة تانية ريتريتمنت، روتري فايلز من فانتا، سي فايلز كمان من فانتا اللي استخدمتهم، تقدر تشتري من أي شركة تانية أو ممكن تستخدم الكي فايلز حسب أنت ثقتك بالسيستم. الإكس بي شيبر، وأنا بفضل أنك تجيب الإكس بي شيبر، هلأ حورجيكم إياه. أنا عندي صراحة كت منهم ولكن حينت أني أفتح على ديمونستريشن. هاي الإكس بي شيبر، هاي الكت تبعهم البيجي، هاي شيء الفايل بيجي شيبر، وفي عنا فايل 10 و15 و20، بيجي عنا شيبر بيجي عنا فينيشر. هذا كتير بفضله، كتير ممتاز، سعره شوي غالي ولكن بيسوى سعره. وإذا بتلاحظوا شغلة أنهم كاتبين لك عليه إنه سينجل يوز، طلعوا كيف يعني سينجل يوز، كاتبين لك رقم 2 وعلى رقم 2 حاطين لك إكس. هاي هون انتبهوا هون شو معناته، إنه هذا الفايل لا يستخدم أكثر من مرة لأنه بتعرض لتورك وبتعرض لمشاكل كبيرة. فعشان هيك اللي بده يستخدم هذا الفايل بده يعرف شو يطلب من مريضه، لأنه هذا الفايل مرخيص. الفايل لحاله ثمنه عندنا بالأردن تقريبا 20 دينار، ما يعادل 30 دولار على ما أعتقد، إذا أنا غلطان صلحوني. مش الكت كامل، الكت كامل أغلى. من ألمانيا في معانا ناس، من المغرب معانا ناس، الجزائر. بس بالنسبة لجوتنبرغ بس إذا عبرت خلص ما بتقدر تعمل إشي. إذا تجاوزت هلأ الحلو بالموضوع إنه أكثر حالات الريتريتمنت بتكون underfilled، مش يعني مش overfilled أو filled 100%، وهذا الموضوع كمان حلو. أوكي، لا تنسوا إحنا كمان نشتغل على موديل تحته هوا، فيعني عندنا open system مو closed system زي لما تشتغل جوا تم المريض. فلسطين، سوريا، مصر. يعطيك العافية دكتور مهند. هل الحصول على بيتنسي خيار أم استراتيجية عمل؟ البيتنسي إشي كتير ضروري، البيتنسي بشكل عام إشي كتير ضروري، لأن خلاص بتعرف إنك أنت وصلت للبري أبيكال، للبري أبيكال أريا. فأنا بحب صراحة إنه نعمل بيتنسي، دائما نعمل بيتنسي. لماذا لم تستعمل فايل اتش؟ لا احب فايلات الاتش، لا احب فايلات الاتش ولا استخدمها، واللي بيجي ان شاء الله بشرفني بعيادتي ما بلاقي عندي ولا فايل اتش لا استخدمه. ممكن لو كان موجود عندي جوتبيركا هيك معلقه على طرف، ولكن انا بستخدم التراسونيك اني اجيب الاتش فايل واحكها واسحبها معي. دكتور عصام زعتر، انت اشهر نار على علم، فاكيد عارفين انك تابعنا من الكويت. من الكويت دكتور عصام زعتر، طبيب كبير وأخصائي كبير مصري مقيم في الكويت. شرف إلي وجودك معي، يعني صراحة أنا بتشرف. Retreatment with broken file please. حاضر. هل يمكن الاستغناء عن كت إعادة المعالجة واستخدام فايل؟ طبعا ممكن، طبعا ممكن، طبعا ممكن. ممكن تعمل Retreatment كله بمانيوال فايلز، ولكن رح ياخذ معك وقت أكثر. ممكن بروتري فايل عادي الكونفنشنال، ما في أي مشكلة. لماذا البيتنسي من البداية؟ لم أفهم أنا. هي بس يعني خلينا نكون واضحين أكثر، أنا مش من البداية بدي أعمل بيتنسي، أنا من البداية بدي أوصل للبري أبيكال أريا فقط. أوكي، فأنا بس إني استخدمت مصطلح بيتنسي، ولكن من البداية خلص بدي فايل المانيوال تبعي يوصل لصفر صفر. أوكي، فأنا بحالتي هون لما أنا عمالي بشتغل على السن عمالي بحاول أعمل بيتنسي فقط إني أنا طلعت برا عشان أنا بشوفه، لأنه هون ما عم بستخدم أبيكس لوكيتر ماشي فقط. فأنا مصطلح بيتنسي استخدمته كمصطلح إنه أنا to reach the apex فقط، إني to reach the end of the canal فقط. فلسطين 48، أهلا وسهلا. retreatment of Russian paste cases، الله أكبر. دكتورة ديانا، Russian paste صراحة من المعضلات صراحة، يعني غلبة جدا. Russian paste كتير صعب وبده magnification وبده armamentarium كبير، بس ممكن نتكلم عنه في حالات في مرات قادمة. في حالة الريتريتمنت إذا عدت الكوتبيركا وطلعت معنا برا خلص دكتورة أو دكتور وسام، ما خلص يعني لا حول ولا قوة لنا، under observation، الله يعطينا العافية.
انا ببث من الاردن، فانا دائما يا جماعه لما حدا يشوفني كتبت انه مثلا الساعه 2 وما كتبت توقيت الاردن، ادخلوا على بروفايلي بتعرفوا انه انا في الاردن، فانا بتكلم دائما على توقيت الاردن، ولكن حقكم علي راح اصير دائما اكتب انه بالاردن. انا اليوم لما كتبت جوردن تايم كتبتها بالانجليزي بس ما كنت كاتبها بالعربي. انا بالاردن ومقيم في الاردن. يعني هلا عندنا الساعه في الاردن 3:30 و5. شو رايك ببروفايل؟ سيستم جيد. ما بعرف احنا بالاردن بطل عندنا موجود البروفايل. السودان اهلا وسهلا السودان، مشكور اخي تحياتي من ليبيا دكتور، ممكن تعالج السن اللي حاصل ريزوربتوت الاسنان فيها ريزوربشن؟ اكيد ممكن تعالجها وبتعاملها معامله السن العادي، ما في اي مشكله، ولكن انا بميل بالاسنان فيها ريزوربشن للام تي اي صراحه بميل، لانه انا ما ضامن كيف الريزوربشن صار، اوكي، يعني من اي جهات صار، فبضمن بحب دائما الروتس اللي فيها ريزوربشن اروح للبيوسيراميك او اروح للام تي اي. اقترح يا دكتور مازن انه ممكن يتم ارشفه الجلسات القيمه. والله الدكتور مازن مو مقصر، عماله بارشفها عنده بالصفحه وبارشفها عنده على بارشفها عنده على اليوتيوب، فالامور تمام. احمد طيب إذا عبرت معناتها بالدعاء مثل ما قلت، أيوة خلاص بدنا ندعي. ضياء عبيدات باي باس بروكن فايل، أوكي حاضر. كندا ما شاء الله عم بتابعونا من كندا، كيف يمكن تجنب الجوتابير كتعدي؟ هذا قرأناه كله بس عم تطلع الأسئلة، ما شاء الله أسئلة كثيرة. ترتيب الإريجيشن، في ناس تسأل عن H2O2، في ناس تسأل عن شوفوا يا جماعه عن الكلوركسيدين، في ناس بتسال عن النورمال سلاين، يعني في ناس لهلا بتعمل ارجيشن نورمال سلاين ما بعرف ليش، في ناس بتسال عن الاي دي تي اي، في ناس بتسال عن صوديوم هايبوكلوريك. الجولدن ستاندرد اوف ارجيشن، ما بحكي ارجيشن بروتوكول، انا بحكي على الارجنس كارجنس كارجيشن سوليوشنز، هي الصوديوم هايبوكلوريك. يعني اذا انت كنت بعيادتك وانقطعت من الاي دي تي اي وانقطعت من الكلوركسيدين وانقطعت من الاتش 2 او 2، فانت استخدامك للصوديوم هايبوكلوريك يكفي يكفي يكفي. يعني اذا انقطعت من الصوديوم هايبوكلورايت فانت ما عملت اندو، ولكن الجولدن هو عندنا صوديوم هايبوكلورايت، عندنا صوديوم هايبوكلورايت حالاتنا كلها بتمشي، ما عندنا صوديوم هايبوكلورايت امورنا ما بتمشي. هلا الناس بتحب تعمل تخلط صوديوم كلورهيكسيدين اي دي تي اي اوكي وتفصل بيناتهم بنورمال سلاين، ما في مشكله. انا صراحه ليتلي مؤخرا عمالي بروح اني استخدم فقط صوديوم، يعني بطلت استخدم اي دي تي اي، بطلت استخدم كلورهيكسيدين عن نفسي شخصيا. طريقة تطبيق الـ MTA راح نحكي عنها في مرة جاي. طبعا دكتورة زينب ممكن نستخدم فايلات البري فلير، انا بحكي عنها اصلا، يعني اي فايل بري فليرنج فليرنج فايل من اي شركة انتم مرتاحين عليه ممكن تستخدموه، ما في اي مشكلة. ممكن اكيد نعمل حلقة عن الاجهزة، ما في اي مشكلة ما في اي مشكله. رابط الجروب هلا الدكتور مازن دوماني راح اعمل له منشن على هذا التعليق، لانه هو راح يتولى هاي المهمه ان شاء الله. ما هي الشركه المصنعه لسن الديمو؟ هذا يا جماعه الاسنان الديمو اللي انا بستخدمها، هذول احد الشركات راسلتني تقريبا من سنه ونص او سنتين عساس تزودني في بعض الأسنان للتدريب، ممكن أفصح عن اسمها لاحقا، ولكن موجودين ممكن تشتروهم أونلاين من أي مكان، اكتبوا ديمو أو 3D printed teeth بتلاقوهم من كتير شركات، حتى في إشي صيني بس للأسف غالية، يعني أرخص سن ممكن تلاقوه زي هذا لسه شوي غالي، ولكن الصيني بوصل ل 7 دنانير 8 دنانير أردني تقريبا $10 السن الواحد، فهو مرخيص. هذا المو زي هذا النوع، هذا النوع ممكن يوصل ل 20 دينار اردني تقريبا $30 السن الواحد. هذا سؤال كثير حلو. Absolute indication for retreatment if the risk is more than the benefit. هلا اذا صار عندنا ريسك وبنفيت احنا اكيد راح نروح نميل لشقه البنفيت. يعني مريض عندنا اجانا بده يعمل ريتريتمنت لتوث وهو ما في إشي، وانت حاسس انه انت اذا بلشت بهذا السن راح تخسره، لا خليه،
خليه under observation, under observation يا جماعة. التعليقات كتير صراحة, وأنا كتير مبسوط على هذا الموضوع. أين المشكلة في الـ H file؟ من ميزات H file في إعادة معالجة لا تسمح الجوتابيرك بالخروج. لا دكتور, أو دكتور رضوان شوبي, أنا أختلف معك تماما. أنا الـ Etching file بيشتغل على مبدأ أنه بيعمل تعشيق, بيعمل فريكشن, بيلتحم بالإشي وبيسحبه. اوكي, هلا بهاي الحاله اللي انت بتحكي فيها, بحال انه انت عندك الكوتابيركا لوز, فاوكي انت بتقدر تسحبها, بتقدر تسحبها بوات ايفر, اي شيء بنسحب معك. ولكن الاتشينج فايل, الاتش فايل مشكلته انه الناس بروحوا بيستخدموه بروتيشن موفمنت. يعني اذا انت عندك خبره باستخدام الاتش فايل استخدمه, ولكن تستخدمه بتويدلينج موشن او بواتش وايندينج موشن راح تكسره. فعشان هيك انا ما بحب الاتشينج, الاتش فايل. بضل احكي اتشينج مش عارف ليش, اتش فايل, اتش فايل. إذا بطلت تستخدم إنت شلون تسوي removal of inorganic inorganic. دكتور هذا موضوع عليه ديبيت كبير. يعني في ناس بيقول لك إنه EDTA بشيل بس inorganic materials, والNAOCL الNACL بشيل الصوديوم هيبوكلورايت, بشيل فقط الorganic material. وفي دراسات تقول لك لا, أثبتت إنه الصوديوم هيبوكلورايت بشيل الorganic والnonorganic. انا صراحه في عندي حالات مع متابعه, يعني هذاك اليوم نشرت حاله متابعها سنتين, انا بس استخدمت صوديوم هايبوكلورايد, فانا ما بستخدم ايديتا صراحه يا جماعه, ما بستخدم, ما في داعي له برايي الخاص. فالموضوع اللي عليه ديبيت, انا دائما يا جماعه اي موضوع بتلاقوا عليه ديبيت, ناس بتقول لك استخدم, ناس بتقول لك ما تستخدم. اوكي, انت دائما لك الخيار, تمام؟ فما دام اختلف العلماء فاختلاف العلماء رحمه. أنا هاي هي اللي في بالي. ولكن في شغلات ما فيها اختلاف, في شغلات فيها خلص حد. يعني مثلا زي استخدام الاتش فايل ممنوع ألفه, مزبوط, خلص معناته ممنوع ألفه, هاي ما في اثنين بيختلفوا عليها. ولكن خاصة صار في عامل انجيجمنت. ولكن موضوع الاريجيشن موضوع عليه ديبيت كبير, فأنت ارتاح للي بدك إياه. هاي هلأ في عنا ستايل إيطاليانو نزلوا اريجنت اختراحهم, نسيت شو اسمه صراحة, بايو أكت يمكن على ما أعتقد, ما بعرف سعره أكيد غالي, وشو التركيبة تبعته ما بدهم يفصحوا عنها بشكل كبير. روح استخدمها ما في أي مشكلة. الاتش فايل عمره ما كسر معي وبحبه كثير, بعتبره فايل قاحط ما بيخلي شيء ميكانيكيا. ممكن أكيد, فايل دكتور هذا إشي بيرجع لك, بيرجع لك. الأسئلة كثيرة صراحة. دكتور صالح يوسف بقولي ليش ما تدربوا على أسنان طبيعية مصبوبة بجبس, مو بكون أفضل وأحسن وبتعلم الطبيب أكثر؟ ماشي دكتور, هذا لما أنا أكون بعمل دورة وفي عندي ناس بتحضر التنديز وعمالي بشرح لهم. أما أنا هون لما أجي أشتغل على 3D موديل, أنا عمالي بورجيك من كل النواحي السن كيف بيشتغل, يعني كأني أنا داخل لك جوا السن عمالي بوريك هي 3D. فهاي دكتور إحنا هون عمالنا نشرح, مو عمالنا نعمل سيميوليشن. أوكي, في فرق بين السيميوليشن انه انا بدي اشتغل كاني بشتغل لمريض, وانه انا عمالي بشرح عشان اورجي كونسبت. What about smear layer removal؟ زي ما حكينا دكتور سليم, ديبيت, في ديبيت على هذا الموضوع, فانت بتقدر تروح اللي بدك اياه. شو افضل جوتابيركا سولفنت من وجهة نظرك اللي بترتاح عليه دكتور, اللي انت بتحبه وبتشوفه مناسب معك وبيشتغل معك كويس؟ شركة سيركاميد صراحة عندهم, هي شركة سيركاميد, الأيكليبتور اللي عندهم ممتاز جدا, بولندي, شركة كتير عريقة, عندها ألف نوع, عندها برودكتس. أنا سنسيتيفيتي ريبورتد تو هاي كلوران صوديوم, من ناحيتي بشغلي لا. ريتريتمنت إمرجنسي post-operative pain, راح نتكلم عن هذا الموضوع بال الامرجنسيز وال post-operative pain ان شاء الله مع لايف تاني, ممكن يكون مع الدكتور مازن دوماني بالجروب طب الاسنان المباشر ان شاء الله. طيب الاسئله كثيره صراحه, وانا صلي تقريبا ساعه وربع
أونلاين معاكم. يعطيكم ألف عافية، أنا مبسوط على العدد الهائل اللي طلع معانا اليوم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. يعطيكم ألف عافية، خليكم ببيوتكم. اللي ناس اللي قاعدة ببيوتها سواء أطباء أو غير أطباء، تعبي وقت الفراغ، وأنا هي إحنا بنساعدكم هاي ساعة ونص من وقتكم، إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا فيها بمعلومة ولو معلومة صغيرة. يا جماعة شغلة كتير ضرورية بموضوع الكورسات وموضوع اللايف أو كورس بتروح تحضره بتدفع عليه فلوس أو مجاني. أحياناً يعني أنا أحياناً بروح بدفع على كورس ألف وألفين دولار وبسافر وغير التيكت وغير أحياناً بسافر ما أخذ معي مثلاً زوجتي أو مسافر لوحدي، يعني بكون متكلف كتير فلوس. وأكيد إذا أنا رايح على دورة بدي أتعلم منها 100% معناته أنا فارغ، ما في جواتي علم. أنت أحياناً تأخذ معلومة واحدة، يعني في ناس كتير هون حضرتني ممكن شافت أنه أنا كتير شغلات هو بيعرفها وكتير شغلات بيستخدمها، ولكن ممكن يطلع من عندي بتب واحد أو بمعلومة واحدة. يعني مثلا نحكي المعلومة أنه أنا كيف أركب الفايل مثلا، هاي معلومة لهاش دخل بالريتريتمنت ولكن هو أخذها وطبقها وحبها. فأنت يا جماعة لما تحضر لايف أو تحضر محاضرة أو تحضر دورة لأي دكتور وضيعت عليها فلوس وضيعت عليها شو ما ضيعت وإفورتس ومرضى وا وا وا، فأنت مو شرط أنك حتستفيد منها بنسبة 100%. الفائدة بتكون مختلفة من مريض لمريض. الطبيب الجديد، الطبيب الخريجي الجديد بيستفيد أقل، الطبيب اللي عنده خبرة بيستفيد أكثر، الطبيب اللي عنده خبرة بيستفيد أقل، ولكن هو علم معتلج في صدور البعض وبحب أنه يطلعه، بحب أنه الناس تستوعب. يعني مثلا دكتور مازن دومان هي بيكتب لي أنه معلومة تركيب الفايل جديدة وقيمة للغاية أو للغالبية. أكيد يعني هاي التبس والتريك صراحة هي بستخدمنا. رح أطلع إن شاء الله بلايف نتكلم فيه عن الإرغونومكس مثلا، الإرغونومكس فقط أحكي عن الإرغونومكس، أنا كيف أشتغل، كيف يكون البوستشر تبعي، ليش مثلا طبيب بيشتغل 10 سنين وبصير عنده ديسكات وبصير عنده لو باك بين وطبيب ما بصير عنده حتى لو ما عنده مايكروسكوب. رح نتكلم عن هذا الموضوع، وهو أكيد أنا بحسه أنه بهم كتير يعني طبقة واسعة منا، لأنه إحنا أكترنا ما بنعرف كيف حتى نمسك الإنسترومنت صح. يعني في ناس بيجي بمسك الجهاز بهاي الطريقة، في ناس بيجي بمسكه من هاي من هون، في ناس بيجي تلاقي بيجي بمسكه بطريقة غريبة. فهاي الشغلات، هاي الإرغونومكس والبوستشرز والأمور هاي أمور قد نغيبها إحنا. فبتمنى إنه يعني يتسع صدركم للأنا بحكي، تستفيدوا قدر الإمكان ولو بمعلومة صغيرة. ادعوا لنا إذا سمح لكم الوقت، ويعطيكم ألف عافية، ونشوفكم إن شاء الله على خير، وإلى اللقاء.